على سيرة الاغتراب، قبل فترة بدأتي بمبادرة مميزة جدا بعنوان اعرف بلدك، وهي تعنى بالأبناء، أبناء الأشخاص المغتربين أو الأردنيين العاملين خارج الأردن، ولقت تفاعل كتير كبير. يعني حتى كان لكم استضافة في برنامج دنيا يا دنيا. لوين وصلتوا؟ كيف هلأ يمكن عدد الناس اللي انضموا لكم كتروا، الأطفال الموجودين؟ طبعاً احنا بدينا بفكرة بحديث عائلي لطيف مثل هذا الحديث، انه اولادنا ما بيعرفوا كتير عن الاردن، وانطلقنا فيها من بيت القنصل الاردني ومدامته عبير شقير في دبي، واعلنا عنها. لقت دعم كتير كبير، اتلقاها وزير السياحة السابق نايف الفايز بمنتهى الاهتمام، والسيدة لينا عناب كمان استضافتنا في مكتبها اول امبارح، وكتير مهتمة بالمبادرة. وزير السياحة الحالية. والأجمل من هيك أنه معالي ناصر جودي وزير الخارجية والمغتربين أيضا جدا مهتم، ولما كان في زيارة في دبي طلب منا إطلاعه على التفاصيل كونه يعنى أيضا بشؤون المغتربين. كل حدا كان مهتم، رؤية والتلفزيون الأردني والصحافة والإعلام والناس. المفاجأة الكبرى أنه لما جينا بمارتش الماضي وطلعنا الرحلة الأولى، وإحنا عاملين صفحة على الفيسبوك بدأت بشخصين ثلاثة، هلأ عم توصل 3,000 و4,000 وعم بتزيد. المفاجأة أنه أهل الأردن حابين هم يطلعوا معنا، أنه نحن بدنا تاخدي الأولاد. يعني يمكن اللي عنده الإشي ما بشعر بقيمته كتير، فبترا موجودة، جرش موجودة، عجلون والعقبة، فما بفكروا فيها كتير. بس لما عم بيشوفوا الصور، تعرفي نحن عم بجيب معي المصور، عم بوثقها دوكيمنتري من داي وان. احنا الرحلة الثانية يوم الأحد الجاي إن شاء الله 17 جولاي ولمدة 6 أيام. عملنا شراكة استراتيجية مع فريق التحديات، أمنوا كل اللوجيستكس للرحلة. بتعرفي أنا مش شركة سياحة، أنا هدفي وطني وإعلامي بشكل كبير، بهمني أكتر شيء المعلومة اللي بتوصل للولاد ثقافيا وتاريخيا ووطنيا. حلو كتير الولد حتى لو عايش برا، حتى لو إمكاناته أفضل، حتى لو هو بمستوى معين بمدارس أجنبية، يعرف عن تاريخ بلده. اللي ما إله جزر بيضلوا مزعزع بالهوى، لازم الإنسان يكون كتير مرتبط بأصله ببلده. يعني حتى لما ينطلب منه إساي أو بروجيكت بالمدرسة احكي عن هوملاند، مش يروح جوجل سيرش يدور عن الأردن، لازم يكون عارف شو هي الأردن، مين مر على هاي البلد. بلدنا قديم وعريق. لما رحنا المتحف الوطني السنة الماضية بمارش الماضي شفنا مقتنيات أثرية عمرها 18,000 سنة موجودة بالأردن. أنا شخصياً عاملة يسعد صباحك وعاملة برامج أردنية وطالعين صباح الوطن الجميل، ما كنت أعرف أنه عندنا 18,000 سنة موجود، مش كلام، شفناه على أرض الواقع. رحنا على تكيت أم علي، الأولاد عملوا فولنتير تطوع. صار يعرف أنه في عندنا ناس أقل حظاً، اللي بيجي إجازة بالصيف يمكن ما بشوف الأردن كلها، بيشوف أماكن معينة، بيعرف النادي والأوتيلات. مش هاي هي الأردن، الأردن أكبر بكتير من أنه الواحد يعني. وهي اليوم كمان عرفنا عن منتجع البحيرة. أنا بدعو كل الناس المغتربين اللي بهمهم الخصوصية وأنه يكون في إشي للسيدات راقي وخمس نجوم، يجوا يشوفوا ويجربوا، وبدكم تديروا بالكم عليهم. أحلى دعاية هاي من العالمية سالي الأسعد.